هذا وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مخرجات منتدى شباب العالم كانت عظيمة على المستويات كافة. نعم، كما أعلن الرئيس السيسي أن العام 2022 عاما للمجتمع المدني، وقد كانت مخرجات هذا المنتدى عظيمة على كافة المستويات، وتدفقت الأفكار والرؤى من هنا ومن هناك داخل أروقته، وعلى مدار ساعات النقاش والحوار تبلورت مجموعة من التوصيات التي بناء عليها قررت ما يلي: إعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدني، بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.